شاف رح نتابع هلأ محطتنا مع جولة صغيرة على محطة على صالات السينما اللبنانية ونشوف شو في أفلام بالسينما. ضمن أفلام هالأسبوع سويس آرمي مان، عن رجل يائس بيلاقي حاله على جزيرة نائية وبصير أصحاب مع شخصية غريبة وبيعيشوا تجربة غير واقعية. فيلم غريب كتير مع بول دينو ودانيال رادكليف. Estimated haul $17 million. وفيلم الكوميدي Masterminds عن حارس ليلي بشركة سيارات بخطط لأكبر سرقة مصارف بتاريخ أمريكا مع جيسون سوديكيس، أوين ويلسون وغيرهم. You gotta give me a three count next time. A teacher once told me I was the mistress of self-reinvention. الثريلر Girl on the Train عن سيدة مطلقة بتغرق بتحقيق عن شخصيات مفقودة والأمر اللي بيأثر على كل حياتها مع إيميلي بلانت وريبيكا فيرجسون. Because I'm afraid of myself. Send a message loud and clear. If it works, they're heroes. وفيلم الأكشن USS Indianapolis Men of Courage عن القصة الحقيقية لطاقم العمل على اليو اس اس انديانابوليس اللي علقوا بالبحر بعد 5 أيام فقط من تسليمهم للأسلحة النووية اللي كانت مفروض تنهي الحرب العالمية الثانية، مع نيكولاس كيج وتوماس جين. اليوم رح نحكي عن موضوع بهم كل الأهالي، خاصة كل الأشخاص اللي عندهم أولاد قبل عمر المدرسة، واليوم رح نحكي عن الحضانات المتخصصة مع نقيب أصحاب الحضانات المتخصصة السيد شربل أبي نادر. أهلا وسهلا فيك شربل، وهو صديق كمان لإلي. وأيضا معنا اليوم ريتا الحاج وهي المستشارة الإعلامية لنقابة أصحاب الحضانات المتخصصة. أهلا وسهلا ريتا، وأهلا وسهلا فيكم أكيد باستوديو عالم صباح لنحكي عن هالموضوع اللي فعلا بيشغل بال كل الأهالي. يعني هلا انت اسست وقتها اول جردوري او اول حضانه متخصصه لإلك لانه كان عندك هدف معين انه تحط ابنك بمكان امن، واللي هو كان وقتها اول ولد عندك. كيف فعلا بتحس انه هالحاجه اللي بتكون موجوده عند الاهالي لحتى يبعثوا اولادهم، وقديش بيكونوا عم يبعثوا اولادهم وهن مأمنين عليهم بالحضانه؟ لما هيك الحضانه هي فرضت حالها وصارت واقع حال كثير ضروري لكل بيت ولكل طفل للتربيه المبكره تبعوله. بال 2016 والجيل اللي نحن هلا التكنولوجيا الموجوده وهيك، الاولاد والتربيه المبكره صارت شغله ضروريه واساسيه. صح، تفوت على كل بيت من عمر بكير للاطفال. حاجتي وضروره اني اولادي يكونوا بحضانه نموذجيه بالوقت اللي انا فتحت من 20 سنه كانت جبرتني، وخبرتي الامريكانيه جبرتني اني يكون من الاساس عم اسس حضانه نموذجيه واقدر اعمل هذا القوانين اللي بالتاسيس للنقابه كمان تقدر تماشي وتكون هي بتواكي بالتربيه المبكره تتعطي الطفل حقه بتربيه حضانيه نموذجيه. كنا بنعرف الطفل اللي بيتاذى كثير من اي شغله بتقطع من حده نفسيه كانت او غذائيه او تربويه او جسديه. صح، لمن هيك بدنا نكون الحضانه بدها تكون نموذجيه والاشخاص اللي عم يشتغلوا فيها بضمير وجدان يعرفوا انه تربيه الطفل عزيزه كثير على قلبهم، هي من اهم شغله موجوده بالكون. صحيح، خاصه وانه اول انفصال بيصير بين الاهل والطفل هو لما بيوصلوه على الحضانه، انما اوقات بيكونوا فعلا يعني بدهم يخليه يختلط مع اولاد ثانيين، واوقات كمان بيكون في حاجه مهمه لانه ما قادرين كمان هن يكونوا موجودين معه لانه بيكون عندهم شغل. قديش هذا الشيء فعلا خليك تحس بالمسؤوليه كمان شربل، انه تقدر تجمع طاقم عمل واشخاص مختصين انه يحضنوا هالولد اللي بيكون بوقتها مثل سفنجي، يعني طابولا رازا، كل شيء بياخده وبيبلش فيه باسس حياه كامله. بتحكي 100% مزبوط، ما بتتصوري قد ايه صعبه السيبراسيون، يعني الشرخ الطفل من الاهل السيبراسيون تبعولته بالعمر المبكر اخطر شغله واهم شغله معقول تنعمل له، لكن تنعمل بطريقه كثير متقدمه وطريقه كثير تاخذ وقتها وتكون هي يعني هي بتاذي الام كمان مثل ما هي بتاذي الطفل. صحيح، لمن هيك عندنا الحضانه بيقف بين شغلتين اساسيتين اللي هي الاستمراريه تبعولها. بدنا ناخذ الطفل من امه بهذا العمر المبكر شهرين 3 شهور سنه ونص، كمان كثير مهمه للام اللي عندها اول طفل، لمن هيك بدها تكون معموله بطريقه موضوعيه بطريقه كثير مدروسه بطريقه كثير متواضعه وطريقه كثير تكون حنونه ومتخصصه بنفس الوقت. صح،
إلا طريقتها من هيك بدها تكون متواكبة ل ما تأثر على نفسية الطفل، ما تأثر على نفسية الأم، ونقدر قد ما فينا تكون الأم عملت السيباراسيون البكير مع طفلة تكون هي عم بتشوفه على طول، عم تكون هي عم تتواصل هي وياه على طول، مزبوط عم تروح على شغلة بس ولكن عندها تواصل كتير حنون وكتير قريب لطفلة، لمن هيك نفتح أبوابنا بنهارات تقدر تفوت تشوفه الساعة اللي بدها، خصوصا الرضاعة المبكرة عند نحن بنشجعها يكونوا كمان بقلب الحضانات، تيجي من شغلة تكون لها حق تفوت تقعد تاخذ هالبرايفسي تبعها نص ساعة مع طفلة او تشوفه على الانترنت او تشوفه اونلاين وين ما كان بالجوده تكون هي كمان قريبه له. كثير اساسي وموضوع التواصل بيناتهم. صحيح يعني هذا شيء اساسي، ومثل ما ذكرت هلا مع موضوع الانترنت صارت الامور بعد اسهل، هي موجوده بمحل فيها تتابع هالطفل وين ما كان موجود بحضانته. ريتا هون لما بنحكي عن اهميه الحضانه، يعني اهميه تكون في كل هالشروط المواتيه لحتى تحضن هالطفل من امور صحيه اجتماعيه وغيرها، انت كمستشاره اعلاميه عم تواكبي هالموضوع، خاصه وانه بنعرف بالفتره الاخيره نحكى كثير لانه زادت كثير الحضانات واوقات بشكل عشوائي، يعني من دون لجوء للنقابه حتى، قديش فعلا ممكن يكون في اشراف كبير على هالنقابات لحتى تكون عم بتامن احتياجات الطفل؟ هو فعلا عم بيصير في اشراف من سنه لهلا بالتعاون مع وزاره الصحه ودائره الام والطفل بوزاره الصحه، نحن بنشتغل نحن وياهم او باراليل على هذا الموضوع، والرقابه عم بتكون يعني بشكل يعني تطور هذا المجال بالنسبه للاهتمام بالحضانات بلبنان من سنه لهلا وفرق كثير، يعني حتى خفت الحوادث، خفت اي اشكالات عم تزيد، بس اكيد بعد بحاجه اكثر لحتى نشدد على هذا الموضوع. وبحب زيد شغله انه اليوم تغير كثير مفهوم الحضانه، يعني الحضانه بطلت محل بيبي سيتنج للولد، صح. اليوم الحضانه هي محل عم ننمي فيه، عم نسقل شخصيه الطفل باهم ثلاث سنين محوريه من حياته، صح. عم نساعده، عم نحفزه على تنميه قدراته الفكريه الجسديه والنفسيه، فمشان هيك هو عم ينطلق، الاساس صار التاسيس هو الحضانه وفيما بعد المدرسه. مزبوط مزبوط، وهون ريتا كمان مثل ما قلتي التعاون مع وزاره الصحه اساسي جدا، لانه صار في حضانات عشوائيه يعني، وصار في حضانات ما عم بتراعي ابدا الشروط، قديش عم بتقدروا تواكبوا هالموضوع لحتى يتم اقفالهم بشكل اساسي كليا بدون ما حتى يرجعوا يفتحوا، يعني لانه اوقات بنعرف انه عم بيكون في صعوبه بالتعاطي مع هالموضوع. هو مزبوط، عم بيصير في تعاطي من قبل وزاره الصحه لما بتكون مش مستوفيه الشروط عم وما عندها رخصه، اكيد هن اكيد بتتسكر هالحضانه لحتى ترجع تقدم على رخصتها ويكون استوفت الشروط، يعني هذا اللي عم بيصير من سنه لهلا بهالدومين. اكيد النقابه كمان لحتى تنتسب الحضانه للنقابه بدها تكون عندها كل الشروط والمعايير ويكون عندها رخصه واكيد مؤهله لحتى تقدر تكون عضو بالنقابه. وانتم كمان عندكم مؤتمر هلا رح يصير بالشمال بخلال هالشهر ان شاء الله؟ صح مزبوط، نحن عم نحضر لمؤتمر بالتعاون مع مركز الصفادي الثقافي وبرعايه فيوليت الصفادي، فبما انه مركز مثل ما بنعرف مركز الثقافه بطرابلس هو من اهم هو رأي هن رأي يعني رائدين بهالمجال، فحبينا نعمل هالمؤتمر نحن وياهم اللي هو مخصص لمحافظه الشمال للحضانات بالشمال لحتى نساعد بتطوير الحضانات هنيك لانه بحاجه لدعم كمان النقابه. طب هون يا شربل لما بنحكي عن الحضانات يعني متخصصة كمان اللي عم تنتشر بكل المناطق اللبنانية، قديش فعلا ممكن انتم تشتغلوا على توازن ممكن يصير بين هالحضانات لحتى مش كل وحدة تحس حالها عندها منافسة او عندها تصادم مع حضانة تانية، يعني قديش عم تقدروا تكونوا حكم بهالموضوع؟ نحن فينا نكون حكم بموضوع التنافس تبع الحضانات، فينا نكون حكم بموضوع نشقل ونعلي مستوى تخصص بالحضانات لو مصلحة الطفل. نحن ما بيهمنا اذا في منافسة شرعية بين شغل حضاني وشغل حضاني، نحن منا موجودين للحضاني ندافع عنها هي بطريقة شرعنة الشغل تابولا إذا هو كثيفة ملا، بالعكس نحن منطرق لموضوع كل أساسي هو التربية والاهتمام بالطفل تكون متخصصة وكفؤة نسبة لحضاني نموذجية أو حضاني متخصصة، ما يكون بلد قاعد عم بيصير فيه عم يسكروا منخور وتيطعموه عم بيحكوا حكي مانا مزبوط هو يتفهم عليها يكون معلمي عم بتعنفوا نفسيا، نحن هودي الأشياء اللي منطرق عليهم تكون نشأل مستوى التربية وحقوق الطفل بالحضانة. هلا حضانه فيها تنافس بينها وبين حضانه ثانيه نحن بنشجع يعني ما بتكون فعلا عم بتحفز عمل الحضانه الثانيه بتحفز عمل الحضانه الثانيه، نحن هون بنطرق لحقوق الحضانه تنعطى لها من وزاره الماليه لوزاره التربيه وزاره الصحه وزاره الشؤون الاجتماعيه، كمان بنطرق لهي المواضيع تبعولها انه يكون حق الحضانه عم يوصل لها والمنافسه الشرعيه هي حق لكل الحضانه هي تقدر تشتغل فيها،
في اشياء فينا نعملها في اشياء ما فينا نعملها. اضطر مثلا مساحه بين حضانه وحضانه تكون محترمه، حقوق لنا، اعفاءات من الاتفاق من وزاره الماليه ما عم تنعطى لنا، هذه الاشياء البيتي سيكسيون والبيتي جاردان ثلاثه الاراسين كان من حق الحضانه واغتصبت منا وانعطت للمدارس، هذا حق من حقوقنا كمان. حرام الولد يفوت على مدرسه عمره سنتين وثمان اشهر، معقوله؟ بكل بلدان العالم الاطفال بتفوت على مدارس عمرها خمس سنين، بلبنان سنتين وثمان اشهر، ليه هلا ليه الاشياء التعسفيه عم بتصير بحق الحضانات؟ هذه الاشياء نحن المتطرق لها اللي هي بتهم مصلحه الحضانات ومصلحه استمراريه التخصص بالحضانه. في عندنا كثير اشياء حساسه نحن لازم ناخذها من الدوله، كنا بنعرف الدوله هلا غيبه. نتطرق لموضوع وزاره الصحه، تحديث القوانين، هلا عم نشتغل مع باميلا منصور بنوجه لها التحيه، عم نشتغل نحن وياها رئيس دائره الصحه والام والمدارس بوزاره الصحه، عم نشتغل نحن وياها على موضوع تحسين كمان القانون، هيدي رابع مره بنحسن القانون تبع تاسيس الحضانه، لما هو مصلحه الحضانات ومصلحه الاهم شيء اللي بتصب به التربيه المبكره وحقوق الطفل بالحضانه. وهون كمان يمكن مثل ما ذكرت في تعاون مع وزاره الصحه، بس بموضوع المدارس كمان لازم يصير في تنسيق مع وزاره التربيه. لازم يكون في تنسيق، وزاره التربيه اغتصبت سنه مهمه من عمر الطفل اعطته لها بلا ما تستشير النقابه، بلا ما تستشير على القليل الاهل اللي هن المعنيين بتربيه طفلهم. نحن بنعرف انه هل تعسف بالقرارات اللي بتاخذها الدوله او الوزارات المعنيه بلا ما تستشير المؤسسات الثانيه لما هي مصلحتها الشخصيه كمان منا مزبوطه. بتبر من لبنان العالم كله ما بتلاقي ولا ولد بفوت على مدرسه اسمها مدرسه من عمر سنتين وثمان اشهر، فعندنا اولاد نحن بعدنا لهلا هي متاخره وبحاجه لهي تكون متقدمه بالاشياء الجسديه تبعولها ونظافتها، عم سنتين وثمان اشهر بعدهم منهم نضاف. ايه بعدهم عم يفوتوا على المدارس لابسين كوش دايبرز، يعني معقول هذا الشيء؟ مش معقول، مش مقبول. صحيح مش مقبول، يعني لازم الاطفال يكون في ما تغنال، يعني مثل ما نحن بنقول الشل، يعني الطفل بيروح من عمر بكير لحضانه كثير مهمه اللي هي من ثلاث اشهر لاربع سنين، بده يكون في ماتانال، يعني لازم الدوله تخلق شيء اسمه ماتانال، روضه اطفال تكون هي منقسمه عن الحضانه ومنقسمه عن المدرسه، تكمان يعمل ترانزاكشن ثاني فيها الطفل ومن ثم عمر ست سنين يفوت فيها على المدرسه، ما فينا دغري هيك، يلا خليه يمرق الطفل. ليش؟ لانه الدوله اللبنانيه بتقول المدارس الرسميه بتبلش عمر اربع سنين، الاولاد اللي ما فيهم يحطوهم بالحضانات المتخصصه عم بيكونوا على سوري على الكلمة على الطرقات، يعني ما فيهم يفوتوا على مدارس عمر بكير، لما هيك نحن قربنا سنة. هيدا كان النهج اللي بتطبع فيه وزارة التربية، انه بالمدارس الرسميه الولاد بفوتوا فيها اربع سنين. ايه حتى يعني كمان بتم تسميتها كيندر جارتن، يعني اللي هو كمان للحضانه 100% بالاجنبي. سو لمن هيك بده يكون في حرام، بده يكون في نقله نوعيه للطفل يقدر يكون من ترانزاكشن من فيز لفيز من 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 وقت لوقت يكون هو متقدم فيه نفسيا وجسديا تيقدر يفوت على الانفايرمنت اللي اسمها كبيره بعد المدرسه. كل ما بعرف سنتين وثمان اشهر ثلاث سنين كثير بكير لولد يفوت. صحيح. طب هون كمان ريتا لما بنحكي عن موضوع اساسي واللي هو تامين شروط مستوفيه، لما واحد بيقول انه لما يفوت تفوت وزاره الصحه تقول هيدي الحضانه ما عندها شروط مستوفيه، شو هي الشروط المطلوبه اللي فعلا ممكن تخلي حضانه تفتح ابوابها وتكون مؤهله لاستقبال طلاب واطفال صغار؟ هي بحسب المرسوم 4876 اللي هو بيختص ب استثمار وفتح حضانة، لازم يكون مكان مؤهل لاستقبال أطفال، يكون صح، يعني مكان صحي بتفت له الشمس، سيف، يعني ما يكون في محلات يتعرض فيها الولد للخطر بالحضانة، بده يكون على كل 15 ولد معلمة وقاد، يعني جاردينيير ومساعدة لها، بيكون في نارس إذا في ولاد تحت السنة، يعني هدول الشروط يلي بدهم يمشوا عليهم الحضانات ليستوفوا الشروط بحسب المرسوم يعني يلي لهم، يعني مخصص لهم. يعني تقريبا اذا بده يكون في عدد كبير من التلاميذ بده يكون في، او من الاولاد بده يكون في عدد كبير أكثر. من طاقم العمل يعني. اكيد، وهلا صار في كمان تطور بهالمجال، صار كمان الحضانات يعني عم تشتغل اب تو ديت، عم بيكون عندها اوتوفونيست سيكوموتريسيان موجوده معهم ضمن الاكيب لحتى يقدروا يشوفوا يعملوا ديتكشن لاي مشكله او بروبلم او اضطرابات سلوكيه او نفسيه عند الولد من العمر المبكر. وهذا الشيء اللي احنا عم نضوي عليه بالمؤتمر القادم. صحيح، مين راح يشارك فيه اكثر شيء لهالمؤتمر ريتا؟ هن اصحاب دور الحضانه بالشمال بمنطقه الشمال، انما هو راح يصير بطرابلس. مزبوط، بس اكيد كل الحضانات مدعوين، يعني كل لبنان نحن بندعي كل لبنان، بس هالمره مخصص لمحافظه الشمال. الحاضنات يعني المعلمات بدهم يكونوا كمان موجودين لانه هن راح يتلقوا
يعني هل يعني هذا النشاط التوعوي هو لهم لحتى هن يطبقوا هالمعلومات بدور الحضانه. وكمان رح يصير في ورشات عمل دوريه مش بس بالمؤتمر انما ايضا بكل الحضانات المتخصصه. نحن دائما بنشتغل نعمل مؤتمرات او ندوات او حتى ورش عمل بنقسمهم بحسب الحاجه الساعه يعني مواضيع الساعه مثل ما بيقولوا. شربل لما بنحكي عن طفل بفوت على الحضانه انه من بعدها كمان عنده حياه اخرى يعني لانه بده يبلش حياه مشاركه مع الاطفال لحتى يتحضر لحياه المدرسه على امل ان شاء الله تقدروا توصلوا لتحقيق مطلبكم اللي هو انه يكفي الولد لعمر الاربع سنين بالحضانه. قديش فعلا بتحسوا انه عم يتاسس هالطفل لحتى يحس حاله ويصير جاهز لحتى يفوت على عالم كبير اللي هو عالم المدرسه؟ هو الاساس نحن الباز يعني نحن شقفه كثير اساسيه بالمدارس قبل ما الولد يفوت على المدرسه. في اتفاق بيننا وبين المدارس كثير صريح، المدارس المحترمه اللي بتحترم حالها عم تطلب الولد يقطع لساني على حضانات نموذجيه قبل ما يفوت لعندها تكون بالترانزاكشنز تبعوله معموله بطريقه متخصصه. كنا نعرف كثير مهم الفيز اللي عم يقطع فيها الولد بالحضانه، منها عم بيعرف كيف الغذاء تبعوله عم بيكون محطوط بطريقه متخصصه وكان عم ينعمل بطريقه مضبوطه بالحضانات. عم بيكون يشارك اصحابه، عم بيكون ياخذ اللغه ويتاسس بكيف بده يقعد على كرسي بالمدرسه، كيف بده يمسك قلم مدرسي، هذه كلها اشياء بده يقطع فيها بمرحله الحضانه قبل ما يفوت فيها على المدرسه. كلنا بنعرف الاطفال اذا ما فاد على اي حضانه عم بتروح على المدرسه عم بتلاقي هالعالم الكبير تبع الاطفال عم تعمل بانيك، عم تعمل منا محضره لا كانت باللغه لا كانت بلغه صحيحه يعني صحيحة. كانت محكيه عربيه او اجنبيه صحيح. كيف عم بيقدر يقعد يشارك اصحابه، كيف عم بيقدر يعرف انه هلا وقته هلا مش وقته، كيف عم بيكون عم بيعرف طريقه الغذاء تبعولته كيف عم تكون محطوطه بوقت معين بالمدرسه، كيف بده يقبل ياخذها وكيف بده يعطيها، التعاطي تبعوله كيف يشارك اصحابه، كيف بده يكون يسمع لمعلمته، كيف بده يعرف انه هلا تايم اوت، هلا لا هلا عنده اشياء بده يعملها، كيف يقدر يمسك الاشياء بايديه، يقدر يعملها، هذه كلها بتتاسس فيها بالحضانه. وهذا موضوع كثير اساسي مجبور الولد يقطع فيها، صارت ضروريه. اكيد. وهون بس بشكل سريع كمان شربل نحكي عن موضوع مهم جدا واللي هو موضوع الاجور اللي عم تتقاضاها الحضانات، لانه اوقات في اهالي بحسوا حالهم انه ما قادرين، مع انه الحضانات بتفتح على مدار السنه، بس بيقولوا نحن ما قادرين نتحمل تكاليف الحضانه ونحط اولادنا فيها، قديش عم بصير في رقابه على هالموضوع؟ ما بيقدر يصير في رقابه، وهذا موضوع كثير اساسي عم تحكيني فيه، وكثير هلا صار عم بياخذ وقت كثير مهم بالحضانات، والاهالي عم بيقدروا يتعذبوا كيف عم يدفعوا التاريخ تبع الحضانه. لسوء الحظ من اربع سنين هالعكارات اللي غليت كثير هي كانت مشكله اساسيه، والسلع اللي غليت كثير صارت مشكله اساسيه للكنترول او لاداره التاريخ او اداره الاسعار الحضانه للاطفال اللي بيتحطوا بالحضانه، صار الموضوع كثير اساسي وصار كثير غالي ببعض الحضانات لسوء الحظ، منها ببيروت منها حضانات صارت العكاراتها كثير غاليه، اجاراتها صارت سوبر غاليه، صار عم بيجبر الحضانه يكون المصاري اللي عم تندفع لها تكون شوي غاليه على بعض الاهل. لمن هيك نحن بنطالب وزاره الصحه ووزاره الشؤون الاجتماعيه الحضانات اللي هي تابعه لوزاره الشؤون الاجتماعيه يكون مستواها از ايكوال قد الحضانات المتخصصه تتعطي هي غير كامله الاسعار كمان اسعار تكون مقبوله جيده تدور العالم يحطوا فيهم اطفالهم يكون هن ما عم يدفعوا مبالغ كثير عاليه ان شاء الله. اكيد. اهلا وسهلا فيك شربل وريتا، شكرا كثير لكم. رح نتابع محطاتنا بعد دقائق، خليكم معنا.